إلى توك، حيث ألقت الشرطة القبض على سائق سيارة بيكاب. انتشر له فيديو يظهر فيه وهو يجر حمار خلف سيارته بصورة لا إنسانية ولا أخلاقية، وفيها تعذيب وحشي للحيوان، مثيرا كثيرا من الغضب. الشرطة صرحت بأنه تم القبض على السائق وهو من أهالي الموصل ولديه مواشي في قرية كوفكي، وأحيل إلى المحكمة بعد التحقيق معه بسبب هذا التصرف اللي يشكل ظاهرة غير حضارية وغير إنسانية، إضافة إلى أن ما قام به عمل غير قانوني.